السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشوف مشروع نعمله مع بعض. هاجي هنا أقول له أنا عايز أبدأ فايل، تمام؟ فايل هنا بيقول لي اللغة، فتقدر تختار اللغة اللي أنت عايزها، إنجليزي، برتغالي، تركي، ألماني، زي ما أنت عايز، العبري. طيب هاجي أقول له هنا ستارت. ستارت بتقدر تختار الأرضية اللي هتحط عليها شغل بتاعك، يعني ممكن تختار مثلا حاجة بشكل دوت أو بشكل ده وبشكل ده. كل دول تقدر تعدل فيهم لحد ما يوصل لحاجة تانية، يعني ممكن دي تقعد تحط لها شمس تبقى بالشكل دوت، تغير الإنارة تبقى كده، تحط شوية جليد تبقى بالشكل دوت، فكلهم حاجة واحدة بس أنت بتسهل على نفسك الخطوات. هنا إكزامبل بيبدأ تفتح مشروع تتفرج عليه، هنا بتحمل لقطة من اللقطات اللي أنت كنت شغال عليهم، هنا بتسيف اللقطة بتاعتك. طب خلينا نبدأ ونقول له إيه، أنا عايز أرضية فاضية. هاجي هنا من أول واحدة اللي هي أوبجيكت واختار امبورت. امبورت دي يعني ايه؟ يعني انا عايز ادخل شكل معين، تمام؟ واقول له ايه، امبورت نيو موديل. ابدا اختار نيو موديل ما كنتش دخلناه قبل كده، وليكن مثلا المشروع ده مثلا فيلا، مثلا الفيلات. بتقول له اوبن، بيقول لك اختار الاسم بتاعه، بتقول له اوكي، فبيبدا يضيفه في اللايبراري. يعني في اي وقت تيجي على اللايبراري هنا هتلاقي مجموعه من العناصر اللي معموله اليوم. طيب بتبدا تحطه هنا. طبعا انت كده جوه الشكل، بتدوس W عشان تتقدم، Q عشان تطلع، والبكرة ترجع لورا او بالشكل دوت. طيب انت مثلا اهوت بالشكل دوت عايز تحط واحد كمان، خلاص هتدوس مرة كمان هيحط لك فيلا تانية. مش عايز بتدوس Escape. لو جيت هنا Select Object بيبدأ يجيب لك المشاريع اللي موجودة، تقدر تختار اي مشروع فيهم وتنزله عندك وتشتغل عليه. طيب اقدر هنا اجي اقول له انا عايز اضيف شجر، وتيجي هنا تختار الشجرة اللي انت عايزه. مثلا على سبيل المثال الشجرة ديت هتحطها هنا بالشكل دوت اهي. طيب هتقول له مثلا انا عايز احط عربية، فتختار لك عربية تروح حاططها بالشكل دوت. اه لا، ما حطيتها هنا غلط. هتقول له انا عايز اعمل موف، وتروح محرك العربية بالشكل دوت. تقدر تعمل لها تغير ارتفاع، تعمل لها روتيت لو انت حابب، اه، وتقدر من هنا تتحكم فيها. طب بفرض ان الشكل هنا اتعمل بشكل خاطئ، طيب تيجي تعمل سيلكت عليه ما بيجيش، هو بيعمل سيلكت بس على الحاجه اللي انت مختارها هنا. فانت ممكن تقول له امبورت كده، يقدر يعمل سيلكت على الحاجه دي، تقول له انا عايز اغير في الهاي بتاعها، فتقدر تطلع بيها شويه كمان او تنزل بيها زي ما انت عايز، تمام؟ انت لما نزلت نزلت تحت الارضيه، فانت بتشوف الارتفاع اللي مناسب ليك وتختاره بالشكل ده، وتقدر تقول له انا عايز اعدل بالشكل دوت، فتختاره. يقول لك بقى انت عايز تعمل سيلكشن ولا عايز تنقل، طب عايز تنقل بأي شكل، الاين، عايز اعمل روتيشن، هاي، وهكذا، فتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. طيب اقول مثلا احنا عايزين نعدل في الماتيريال، خلينا نختار مثلا الماتيريال ديت، فتبدأ تختار بقى. يقول لك انت عايز انهي ماتيريال، مثلا ستاندرد، عايز تختار لاندسكيب، عايز اي ماتيريال فيهم تقدر تختار وتعدل فيها زي ما انت عايز، او تختار الصورة اللي انت عايزها، تقدر تختار لون او تكتشر زي ما انت عايز. ممكن تقول له ريمبورت موديل، انا عايز احط الموديل ده تاني، يعني بعد ما دخلت الموديل عايز اعمل له ريمبورت تاني، على اساس ان يكون في ماتيريال معينة انا عايزها او حاجة زي كده، تمام؟ طيب خلينا نختار مثلا دوت. هتقول له انا عايز تعدل بقى ايه التكتشر نفسها. طيب ممكن تقول له انا عايز اعدل مثلا في الارضيه، فتقول له مثلا عايز حاجه لاندسكيب مثلا، اه، فالماتيريال بتاعت الليبرال، عايز حاجه مثلا طبيعيه بالشكل دوت، هتقدر تختار اللي انت عايزه. تقدر تعدل الحصص تحت والسكيل بالشكل اللي انت عايزه، تقدر تعدل الريفليكشن، الجروس، تقدر تعدل فيها لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه، وتقول له اوكي. طيب بعد كده تقول له مثلا اللاندسكيب. اللاندسكيب يعني ايه؟ يعني هغير الارتفاع بتاع اللاندسكيب دوت، فممكن تقول له هاي مثلا، وتبدأ تزود الارتفاع بتاع الأرضية. طب خلينا نروح مثلا الحتة كده بره الشكل دوت عشان تبين معانا. اهو كده انت بتزود اهو. عايز تقلل، هتقول له قلل لي اهو بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايزها فلات، يعني تساويهم كلهم ببعض، فيبدأ يعمل مساواة ليهم.
وهكذا. ممكن تقول له جراس، تعدي في الجراس ان اوف. انا عايز احط مثلا ووتر، تبدا تحدد المكان مثلا تحط فيه ووتر بالشكل دوت، وتطلع وتنزل بيه زي ما انت عايز، بحيث ان انت تدي واقعية للشكل بتاعك. المحيط بقى تبدا تتفاعل المحيط كأن انت في جزيرة، تبدا تختار الشكل اللي انت عايزه. فعل الحشيش، بس خلينا نتفي دوت. طيب الوزر هتيجي تختار هنا بقى، تقول له انا عايز الساعة كام، خليها بالليل شوية. طبعا بالليل خالص مش هشوف حاجة، غير بقى لو انت حاطط شوية إنارة. طب خلينا نحط كده شوية لونب، أقول له من أوبجكت أنا عايز أحط لايت، تختار الإضاءة اللي أنت عايزها وتبدأ بقى تثبتها. طبعا أنت ممكن تحطها في أي مكان وتبدأ تعدل فيها. أه زي ما أنت شايف مثلا عندك مثلا كشاف معين تبدأ تحط له الإنارة بتاعته. خلينا نيجي هنا بقى عند الوزر ونخليها بالليل، بيعمل لك الرندر بالشكل دوت. طيب عايز تسيف صورة، تقول له فوتو، وتبدأ هنا تختار الصورة اللي انت عايزها، وتقول له الصور كاميرا بالشكل دوت. ممكن تيجي على ديت وتروح مغير، وتقول له سيف كاميرا، وبعد كده تقول له رندر، يعمل لك رندر للصورتين مرة واحدة. وبعد كده عندي موفي، هتقول له انا عايز اسجل مثلا ريكورد. ريكورد يعني ايه؟ يعني هتقول له تيك بيكتشر، وتمشي شوية وتقول له تيك بيكتشر تيك بيكتشر، وهكذا. كل ده في الاخر هتقول له سي شغل لي، فيبدأ يوريك الفيديو. وبعد كده هتقول له سيف لي الشغل دوت، فيعملها لك كفيديو تقدر تصدره كفيديو رندر كليب. تقول له بقى انا عايزه بأني جودة معينة، وكم فريم في الثانية، والقوة بتاعته، ويروح مصدر لك الفيديو كله. وهنا تقدر تعمل بانوراما 360، تقف في أي مكان وتقول له خلاص صور لي بقى إيه بانوراما 360. الصورة دي تقدر تلفها زي ما أنت عايز، تمام. خلاص هيديك بقى إيه كأن أنت موجود بانوراما في المكان دوت ب 360، تقدر تلف حوالين المكان اللي أنت مختاره. هتصدره بصورة، هلاحظ إن الحجم بتاعه كبير، وتقدر تلف بيه زي ما أنت عايز. ممكن تعمله فيرتشوال رياليتي، دي أسهل طريقة تصدر الشغل بتاعك من البيم لفيرتشوال رياليتي. دي كده نظرة سريعة حوالين اليوم.